بحضور عربي ودولي شيع اليوم إبراهيم رئيسي ومرافقوه السبعة الذين قضوا معه في حادث تحطم مروحية شمال غربي البلاد في جنازة شارك فيها الآلاف. وأقيمت صلاة الجنازة في جامعة طهران وتقدمها المرشد علي خامنئي. بعد المراسم الرسمية ينقل جثمان الرئيس الإيراني إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، حيث يوارى الثرى مساء غد الخميس في مسقط رأسه بمدينة مشهد. يا حسين رحمتي استندار قهرمان انقلابي هدا از جنس سادات بر روی دستان دست من گیر که این دست همه دفتر سیاسی حماس برای ادای احترام به رئیس جمهور شهید. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نكرر تعازينا لسماحة القائد وللشعب الإيراني الشقيق وللإخوة الكرام في الرئاسة وفي الحكومة وفي البرلمان وفي كل قوى هذه الجمهورية الإسلامية التي نعتز بها. یه گروه کم منفعت قلیله غلبت فعت کثرت بإذن الله. شما یه فئه قلیله هستید توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو و انگلیس و بعضی های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که مهم اسرائیل او هم قابل تحقق تشکیل فلسطین من البحر الى النهر ان شاء الله اون روز رو هم خواهید دید. وإن شاء الله سترون ذلك اليوم. قائد إحدى المروحيتين مشاهدين المرافقتين لمروحية رئيسي وجه نظريه بالتحرك فوق السحاب إثر مشاهدته رقعة سحابية تنتشر كطاولة في السماء. خرجنا من الغيوم وبعد 30 ثانية استدار قائد المروحية فسألته عن السبب ليجيبني بأن المروحية الرئاسية لم تصل. هذا ما رواه غلام حسين إسماعيلي رئيس مكتب الرئيس الإيراني مبينا أنه عندما علم أن آخر اتصال بمروحية رئيسي كان قبل 1:30 بدأ البحث. ولكن يتابع إسماعيلي كانت الرؤية سيئة ولم يكن من الممكن العودة تحت السحاب واضطرت مروحيتنا أن تهبط بعد دقائق قليلة في منجم سونغون للنحاس. اتصلنا مرارا بجميع ركاب مروحية الرئيس دون جواب. وحده السيد الهاشم مثل المرشد في محافظة أذربيجان الشرقية أجاب وقال إنه يتألم ولا يعرف ما الذي جرى وراح يصف الغابة حيث سقطت المروحية. وعندما سألته عن الآخرين قال إنه لا يرى أحدا منهم. إسماعيلي يقول إنه تحدث مع السيد الهاشم 3 إلى 4 مرات وكان يجيبه لكنه لم يعد يرد لاحقا على الاتصالات بعيد 3 ساعات تقريبا. علمنا بمكان سقوط المروحية يتابع إسماعيلي وتبين لنا أن الرئيس ورفاقه
قتلوا على الفور، أما آل هاشم فقد لقي حتفه بعد ساعة قليلة. ويوضح رئيس مكتب رئيس أن لا أحد من السكان المحليين أو قوات الشرطة سمع صوت انفجار أو رأى دخانا أو حريقا. ويكشف إسماعيل في إفادته أن الأحوال الجوية كانت مناسبة بعد ساعة تقريبا من هبوط مروحيته في منجم النحاس، لكن سحبا تشكلت وبدأ المطر والضباب عندما ذهبوا إلى موقع الحادث بحثا عن رئيسي، فكان استغرق وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة وقتا. العقوبات أم سوء الإدارة؟ أسئلة طرحها إعلام غربي على مصادر ومحللين بعد تحطم مروحية الرئيس الإيراني، إذ أنه حتى قبل أن يأمر رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري بإجراء تحقيق في حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني واثنين من كبار سياسيها، سارعت أطراف إيرانية إلى توجيه اللوم على الولايات المتحدة في الحادثة. فبالتزامن مع نقل جثة رئيسي من موقع الحادثة، كان وزير الخارجية السابق جواد ظريف يصرح بحدة على التلفزيون الرسمي، معتبرا أن العقوبات الأمريكية على بيع صناعة الطيران لطهران أدت لحدوث ما وصفها بالكارثة. وفيما يشير تحليل نشرته شبكة CNN إلى أن العديد من الأسباب قد تكون وراء تحطم المروحية، مثل سوء الصيانة أو الخطأ البشري في الضباب الكثيف، يطرح أيضا مجموعة من التساؤلات بشأن الحادثة. إذ نقلت الشبكة عن مصدر تساؤله عن أسباب الطيران عبر الجبال الوعرة في طقس ضبابي سيء، بينما كان من الممكن تغيير المسار أو الوجهة لتحقيق مزيد من الأمان. سؤال ثان طرحه التحليل حول أسباب وضع كل من الرئيس ووزير الخارجية على متن نفس المروحية، بينما كان هناك ثلاث مروحيات مستخدمة في ذلك اليوم لنقل الوفد. وكما سأل المحلل نفسه للشبكة أنه إذا كان نقص قطع الغيار بسبب العقوبات الأمريكية كما ادعى ظريف سببا حقيقيا وراء الحادث، فلماذا تتم المخاطرة بحياة الرئيس ووزير الخارجية في طائرة يحتمل أن تكون غير صالحة للطيران؟ توازيا، نقلت مجلة فورين بوليسي عن محللين أن هناك العديد من الجنات المحتملين بدءا من إسرائيل والولايات المتحدة، إلى كون الأمر عملا داخليا لأفراد أرادوا إقصاء رئيسي من احتمال أن يخلف خامنائي. كما اعتبر محللون أن وفاة رئيسي تعمل على تسريع إحدى نتيجتين محتملتين، انتقال إيران إلى المزيد من الدكتاتورية العسكرية أو انهيار النظام بحسب فورين بوليسي. على كل المشاهدين، نفتح النقاش حول ذلك مع ضيوفنا من واشنطن، رئيس برنامج إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن باتريك كلوسون، ومن طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع ضيفي من طهران دكتور محمد صالح صادقيان. يعني بعد ثلاثة أيام من الحادثة زالت المعلومات تتكشف، ولكن ما السيناريو الأقرب إلى الواقع برأيك؟ وهل إلقاء اللوم على واشنطن مبرر لسوء الإدارة؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. هناك اتهام أطلقه وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، متهم الولايات المتحدة بعدم، وتحديدا الحكومة الأمريكية، بعدم الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية الفيدرالية التي أصدرت قرارا لصالح إيران. إيران تقدمت بشكوى للمحكمة الاتحادية الأمريكية، والمحكمة أعطت الحق لإيران بعدم انصياع الحكومة الأمريكية بتجهيز قطع غيار للطائرات الإيرانية، لكن الحكومة الأمريكية امتنعت عن ذلك. لكن بشكل عام هناك، يعني يجب علينا أن لا نستبق الأمور، لكن بغياب أو تأخر الإعلان عن نتائج تحطم هذه الطائرة، هناك عدة فرضيات مطروحة، ويجب علينا أن ننتظر لمعرفة حقيقة ما جرى ولماذا وأي الأسباب التي تقف وراء تحطم الطائرة. لكن المؤشرات الأولية عند السلطات الإيرانية تقول بأن الخيار الأكثر أرجحية هو أن الظروف الجوية هي التي أدت إلى
سقوط أو تحطم هذه الطائرة، لكن ليس هذا هو الحل الأخير. هناك التحقيقات جارية من خلال 3 لجان فنية مركزية تعمل من أجل معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تحطم هذه الطائرة. طيب لنأخذ رأي ضيفي من واشنطن سيد باتريك كلوسون، برأيك ما السيناريو الأقرب لهذه الحادثة؟ إيران واجهت أكثر من 20 تحطم أو حادثة طائرة منذ العام 2000، وأكثر من 1500 شخص توفوا في هذه الحوادث العشرين. فعلى الأرجح أو هذه الحادثة 21، وإيران لديها تاريخ طويل بعدم الانفتاح والتعبير بوضوح عن أسباب الحوادث، على سبيل المثال مثلا إسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث قالت إيران قصص متضاربة ولم تصدق أبدا حول ما حصل. فأشك من أننا سنعرف الكثير، وأشك أن سواء داخل إيران أو الخارج سوف يصدقون ما تقوله السلطات الإيرانية حول أسباب الحادث. دكتور محمد صالح صديقيان، ضيفي من واشنطن يتساءل إن كانت النتيجة التي ستخرج بها التحقيقات في طهران ستكون ربما مقنعة للداخل الإيراني وأيضا للخارج، ما ردك؟ يعني دعيني أعلق على ما قاله ضيفك من الولايات المتحدة. كل الأسباب التي ذكرها ربما تكون صحيحة، لكن الصحيح أيضا بأن الولايات المتحدة امتنعت من تزويد قطع غيار للطائرات العسكرية والطائرات المدنية، ونحن نعلم بأن نصف الطائرات الإيرانية هي طائرات بوينغ أمريكية، لكن الولايات المتحدة امتنعت من تزويد الطائرات المدنية بقطع غيار، ولذلك ذهب يقول 20 حادث طيران صحيح، لكن على كل هذه حوادث الطيران كان هناك مدنيين قتلوا بسبب عدم تصدير أو عدم قبول الحكومة الأمريكية المتعاقبة بتزويد إيران بقطع غيار. يعني دعيني أذكر أيضا أن الولايات المتحدة أيضا لحد الآن تمتنع من تزويد أو تعاقب من يزود إيران حتى الدواء وبعض الأدوية الموجودة. الولايات المتحدة تمنع من لكن الدكتور تصدير محمد مثل هذه الأدوية إلى إيران. دكتور محمد، يعني اسمح لي، البعض يقول مع كل هذا الجفاء الأمريكي وكل يعني هذه الممارسات الأمريكية، إلا أن طهران طلبت دعما أمريكيا لتعقب والبحث عن المروحية التي قذفها رئيسي. هذا هو تصريح لمتحدث رسمي أمريكي، قال بأن إيران طلبت المساعدة من الولايات المتحدة، لكن هذا كذب غير صحيح جدا. إيران لم تطلب المساعدة من الولايات المتحدة ولا من أي دولة غربية أخرى. هي طلبت الدعم من أصدقائها، وكان الدعم من تركيا ومن روسيا، صحيح. وجاءت المساعدة على ذلك، لكن لم تطلب. سأعود إلى هذه النقطة من الولايات المتحدة أو أي من الدول الغربية. والغريب أن كل دول المنطقة وأكثر من 60 وفد زار إيران اليوم للمشاركة في تشييع الراحل إبراهيم رئيسي، لكن لم سأعود إلى هذه النقطة وعن طلب الدعم من الحلفاء والتضارب أيضا. نعم، التصريحات والمواقف الإيرانية فيما يخص المسيرة التركية. أعود إلى ضيفي من واشنطن سيد باتريك، يعني البعض يقول بأنه أيضا جانب من المسؤولية يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، هي زودت طهران بهذه الأنظمة الجوية أو بهذه المروحيات والطائرات، لكنها امتنعت وتوقفت عن تقديم الصيانة، لماذا؟ هي ليست مروحات أمريكية، هي كندية، اشترتها إيران عام 1992 في الوقت الذي لم تكن فيه أي قيود من قبل أمريكا على شراء إيران لهذه المروحيات. هذه المروحيات عمرها 32 عاما وهي كندية، ولا توجد أي أدلة على أن إيران طلبت من الحكومة الكندية لاستيراد قطع غيار لهذه المروحيات. وإن كانت إيران قلقة عن قطع الغيار، لماذا لم تستخدم طائرتها الروسية؟ إيران لديها العديد من
من الطائرات الروسية، ولكنهم قرروا عدم استخدامها. بدلا من ذلك استخدموا هذه المروحيات الكندية التي عمرها 32 عاما، وهذا يعبر عن رأي إيران تجاه أصدقائها الروس. بالمناسبة المروحيات صنعتها بيلتكس الكندية المحدودة بيعت عام 92 في عقد زميلي هنا عمل على تطويره. لكن ماذا عن الطائرات الأخرى؟ يعني إيران تمتلك طائرات أمريكية، لم نتحدث عن هذه التي قضى فيها رئيسي، وهي أيضا تمتنع ولا تريد تقديم أي صيانة ولا استكمال ربما العقود المبرمة. سيد باتريك، أغلب الطائرات التي تحطمت في إيران كانت روسية أو أوروبية وليست أمريكية. وفيما يخص الطائرات الأمريكية، موقف أمريكا كان واضحا أنها ستزود القطع الغيار للطائرات المدنية، ولكن للأسف مثلا خطوط جويل مهران تحلق بالحرس الثوري وتنقل الأسلحة على متنها. لذلك أمريكا قالت يجب أن ندرك بأن هذه الطائرات مدنية وليست عسكرية. إذا ما استخدم هذه الطائرات لأغراض عسكرية ومدنية فلن نبيع لكم قطع الغيار، ولكن لو كانت الطائرات مدنية فقط فيمكنكم التحدث معنا. دكتور محمد صالح صادقيان، تحدثت منذ قليل عن الدعم من الحلفاء روسيا وتركيا. بداية كان هناك تضارب يعني حتى بين التصريحات الإيرانية والتصريحات التركية. الجانب التركي يقول بأنه هو الأول من عثر على حطام المروحية، فيما نفت إيران ذلك وقالت بأن المسيرات الإيرانية هي التي اكتشفت. أولا، إن كانت إيران تصدر المسيرات إلى الجانب الروسي وتسلح ميليشيات في الشرق الأوسط، كيف لا تمتلك يعني أنظمة يمكن لها أن تقدم يعني هذه المساعدة أو تعقب وملاحقة طائرة أو مروحية سقطت؟ هذا صحيح جدا، وبالتالي كان ينتظر أن تكون إيران قد تمتلك مثل هذه الطائرات، وفعلا هي أرادت طائرات تسير في الظلام وتستطيع أن تعالج كثافة الضباب الموجود من خلال رؤية ليلية. وإيران كانت تمتلك مثل هذه الطائرات، لكن هذه الطائرات كانت موجودة في المحيط الهندي في ميناء جازك جنوب إيران، وبالتالي هي استجابت لطلب تقدمت به خلال اتصالات أجريت مع الجانب التركي ومع روسيا، وبالتالي هي استجابت لهذه المساعدة بكونها دول صديقة. لكن الجيش الإيراني قال بأن الطائرات الإيرانية التي تستطيع أن تحلق ليلا ولديها إمكانية للرؤية الليلية أيضا جيء بها أو يعني جاء بها من منطقة في منطقة قريبة من المحيط الهندي جاءت إلى هذه المنطقة، لكن الجيش الإيراني قال في نهاية المطاف أي من هذه الطائرات لم تستطع من رؤية حطام الطائرة، وقد تم العثور على الحطام من خلال المشاة الذين ذهبوا يتعقبون آثار حطام الطائرة، والفرق الفنية التي سارت مشيا على الأقدام هي التي اكتشفت هذه. وأعتقد بأن الجيش الإيراني كان يرد على مثل هذه الاتهامات، لأنه في الداخل الإيراني أيضا هناك انتقادات للجيش الإيراني لماذا لم يعثر على حطام الطائرة بسرعة وهو مثلا استمر أكثر من 10 ساعات أو 12 ساعة إلى أن تم العثور على حطام الطائرة. فالجيش الإيراني كان يجيب على اللوم على الجيش الإيراني فقط في هذه النقطة. دكتور محمد صالح صادقيان، هناك الكثير من الانتقادات الآن توجه إلى مختلف الأوساط الحكومية والسلطات الحكومية، ولأنه نحن الآن نفتقد لرؤية نتيجة التحقيقات. معنى ذلك بأن هناك سوق رائجة للكثير من الفرضيات، كثير من الانتقادات، وبالتالي كل السلطات الإيرانية الآن هناك انتقاد من الداخل الإيراني، وبالتالي أنا أعتقد بأن الفرضيات كلها موجودة ويتحدثون كثيرا عن تخريب داخلي، تخريب خارجي،
نقص قطع الغيار، الأنواء الجوية، الظروف الجوية، هذه كلها الآن هناك حديث كبير عنها. أنا أعتقد بأن نتيجة التحقيق التي سوف تعلنها السلطات الإيرانية ربما تستطيع إخماد مثل هذه. أرجو أن تبقى معي، أعود إلى ضيفي. أعود إلى ضيفي من واشنطن سيد باتريك. يعني منذ بداية هذه الحادثة كان هناك تصريحات من الجانب الأمريكي على أن إيران طلبت الدعم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تحججت بحجج يعني ذكرت آنذاك، وحتى يعني العزاء الذي التعزية التي قدمت يعني من الجانب الأمريكي لم تكن فيها لا بروتوكولات دبلوماسية، ولا بالعكس يعني توالت حتى تصريحات تتحدث عن رئيسي، عن أن يديه ملطختان بالدم وما إلى ذلك. ما الدافع برأيك وراء ذلك، وما الرسالة التي تريد واشنطن إيصالها؟ رسالة وزارة الخارجية والتعزية لوفاة رئيسي كانت بجملتين بسيطتين: أولا نعبر عن تعازينا لإيران بوفاة الرئيس، وثانيا نحن ندعم رغبة الشعب الإيراني بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وسيكون مثير أن نتعرف على خطوات إيران القادمة، ولكنني أشك من أن الانتخابات ستنظم وفقا للإجراءات الدولية لانتخابات ديمقراطية وحرة. ولكن على أي حال هذه الحادثة التي وقعت، أمريكا ما كانت في موقف للعثور على المروحية، وأمريكا ليست لديها مسيرات أو طائرات قرب الحدود الإيرانية، لذلك لم يكن هنالك سبيل لأمريكا لتقديم المساعدة ما عدا عبر بعض الأقمار الصناعية، وهي لا تنجح بشكل جيد تحت الظروف الطقس حينها. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من واشنطن رئيس برنامج إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن باتريك كلوسون، والشكر موصول أيضا إلى ضيفي من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان.